بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نحن كنا حجرني غزوة أحد، موضوعي نحن كنا حجرني عنوانك أها هجوم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة مقتله، ويركي أي مشركين تا نبي كسو قادين عليه الصلاة والسلام إيه تعايدي أي فافيين وركي أي فافيين وأها دلكي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وادل لأي لهذين مشركين تا أيين كد حجرني مركا قيلتي ونبو حن كد حجرني نبي عليه الصلاة والسلام صحابة دي سيئني كسو هرين سقال قفوت وتضبنا أنصارتي مارتي مسلمين ترى مدينة أيهين لبنا مهاجرين تي أيهين تضبنا ذي سعي الدفاع عيننا الانتين وشهادة إلهي أوسيي لبنا ذي قرشيين تأها الرمكة وكرأها طلحة بن عبيد الله يسعد بن أبي وقاسنا أي نبي الدفاع عين صلوات الله وسلامه عليه مركو حسوار قني طلحة بن عبيد الله ويسقنا انت سو ما ركتي اي سو قارين داوعة دور شن يصدن اما ما ركتي سقال يصدن داوعة او سو قارين سلمر كان سعدنا سدو كلا او نبي الدفاعي صلوات الله والسلام عليه مركا هلكا مركا لبدا ننكلية اي جوغان مشركين تينا اي حوق نبي صو صارين اي دلان لبن أوجستين وكسر هذا الني إن الكه صهوس للجبيي بشنتي سل الدلاعيي كوفي لي برتع هيد إيه مارتي جرانجري كسي جريد عمرو جريد كم ذا حكوه سيينا لبح القاء كمدة لبح القاء كمدة أما لبح جرانجرو ذي يرى برتي أنا إيه ماذا حيس الجلان وجهي إيه ماذا حق كدخرين طبعاً كإمارة النبي عليه الصلاة والسلام سيفا يقدفتين مركا أرنتاسا كد حجرنا أيضاً وهجوم كي النبي وكس عضا ولي أيضاً كد حجرنا. وفي خلال هذه الساعة الحرجة نزل جبريل وميكائيل فقاتل عنه أشد القتال وحو مصنف كليا رحمه الله. وفي خلال هذه الساعة ساعة داس الحرجة أتبك بضني نحذي ذا وقتك آبن كبدل ونبي صحابتي سلبكني يكسو حرطي مشركين تيوبن أي نبي وذرات سنيان ساعد أسمركي لبجره بأن نزل جبريل وميكائيل ملك الجبريل ملك الميكائيل أي سودكي هو نبي أي دكي سكد قال من الدفاعين أشد القتال تقال متك أبدرا أي دقال من تأيضا لما أغانكره ملايكة إني سودكتي إلا إن وحي النوشي جمهوريين مركا إني غزوة أحد ملائك إلهي وكحو جيي الله سبحانه وتعالى نبي إيا صحابتي قرآنك إلهي ونوشي جوية وفاء إليه نبي وحاوسها النقضي صلى الله عليه وآله وسلم مركا كذب وحاوسها اللابتي عدد من المسلمين كوح مسلمين تكاملة أي النبي أسر نقطي صلوات الله وسلامه عليه فدافعوا عنه مسلمين تنرق أي دفاعين أشد الدفاعي دفاع مثل أقدرنا شهبا وقوأذك أي دفاعين محايا المشركين تبن مقصد كوذو أين النبي الدلال صلوات الله وسلامه عليه أوله وكان أولهم مثل أقوغر رأي مسلمين تاس النبي أسر نقطي كان أقوغر رأيه وحو أها أبا بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق أيها ومعه أبو بكر الله صعده أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة بن عامر بن الجراح الله صعده رضي الله عنهما لبدو ذب الله كراد النغذي تتقوه الرئي عدد كان صلى الله عليه قلب أبوه الرئيسي وحي أهايين لبدا نبا كمدها أبو بكر ماركتي أبو عبيدة أي كمد أهاوين مركو أرك أبو بكر نبي قول بره كوفيد يرتع هيدا كوفيد وين كهو سيسي بره هذي النبي أي قلال مدحيسي مركو أركي يعينو كسي بدمعك وتقدم أبو بكر
أبو بكر أي النبي حقيس سواء هذا كسو هرمري لينزع إنو سيبو حلقة المغفر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وجه قيسا قرى قرتي يرتع هيدي كجلتي أو عبورك لغا هوس قاطة بريتي قال وجه قيسا أي أنو كسيبه دون يويا وتقدم أبو بكر أبو بكر باسو آذي نبي حقيسا لينزع إنو سيبه حلقة المغفر مغفر كان واسو شاقني كوفي دوينو بيضاد اللي يراهدو كوفي بريتك اللي يراهدو مد يرو مدح اللأك أو قران قرال سيدة درعيق أو كاله إلا غوص قاطة اللوجي إذا ويا تاسا مغفر كان اللي يراهدو إنو كسيبه عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجهي سينو كسيبه أيو دون يسرى أسو آذي مركاسا أبو عبيد بايري لدع مارتي إذا أني أبو يري مارتي وآدو إلحاحي أبو بكر فألح عليه وحاكو أتكي العليه هذلك أبو بكر أبو عبيد أبو عبيد بحضلك كو أتكي أبو بكر داريي حتى نزعها إلى أكسيبه يعني أبو بكر الربعين النبي كسيبه مركاسا أبو عبيد إن تؤي مدبو حكيري يعني إلهي بكل داري يري أنشدك بالله يا أبا بكر إلا تركتني أنا إن هذه إيدة يا شباب إلهي أخبر دارنا يا إيدة أريا أنا كسيبي النبي قولي عليه الصلاة والسلام أبو بكر مركب أدائي أبو عبيد وأدافي رضي الله عنه إنه النبي كسيبه حتى نزعها أبو عبيد إنه كسيبه هو فسقطت مركب النبي كسيبيين وحاد عضي إحدى ثنيته يعني أبو عبيدة لبديس الكود متك مدأ أياد عيوي ثنيته حالي رهلا أفرت الكود مرك أفرت ونوض حريران واتن حال صومرنا الرباعية لهذا أفرت المعيجة كسوه الرئي لبدا معيوم بحيثه أفرت الرباعيات بالإلالة إيا لبدا معيه هوس أفرت كحكتنا هوسنا رباعيات بالإلالة لكن ثنية مرك الإلالة وحوى ثنيتان في الفك العليا وثنيتان في الفك السفلى بالإلالة لبدا لو الله أهي الكهر أبوصه الرئي إيا كو آدني هوسه أي ثنية الإلالة مرك لبدا الكود أغسره الرئيسي دو الله أها متك مذي أي سيبتي لأن الكوه كسيبا يي هل حبابا كان دعي بأبو عبيد هل إلقبار دعي سيء النبي قبرت أقشي آدي أقشي ويا ثم نزع الحلقة الأخرى تيك لنا وأسيبي أبو عبيدة فسقطت الثنية الأخرى تيك لنا وعي دعضي لبدي الكود أبو عبيدة يعني متبمرك وسيبي أي كبد عين ونبي كبحنا عليه الصلاة والسلام مركي أي نبي كسيبين أو أبو عبيدة وكبحي أبو بكر أكتاقيني هاي حلقا وحيا له يعني طلحة بن عبيد الله أو داوع فربذن أو كيالله دوري يصد مارتي أي كل بعض ورن إي يفسف إي فلار يوحي تايب أي كل عظيم ما شيء يالله مركز النبي عليه الصلاة والسلام أي يوحي كير أبو بكر أبو عبيدة وحوير دونكم أخاكم قد أوجب أبوه ولكن آذب يري وطاوحه وهو واجب سد جنبي به عليه أبو عبيد عن أبو مارت طلحة بن عبيد الله آذى ثم أقبل مركاس قابلين وآذين على طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله بأبو بكر إياه أبو عبيد بقى آذي فعال جاف مركاس أسند دويين وهو إسقى جريح المدح طاوعه ويدويين مرك النبي كسيبين أيوير ولكن أنا أكل ماي سجن وتعبان مركاس سجينا طلحة بن عبيد الله أبو بكر أبو عبيد إداويين ويان وأثناء ذلك حلقاس مركا الوجر تحلي إذا أرنتاس مركا الوجر حجراي با وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحسو قاري أؤيني أبو دجانة صحابي قال لي هذا بأؤيني ومسعب بن عمير صحابي مسعب بن عمير لي هذا وعمر بن الخطاب صحابي قاسي وعلي بن أبي طالب وصحابي قاء وغيرهم
culimada yaani saxaabadaas waa weyn ayaa nabi u soo noqotay sallallahu alayhi wa sallam alayhi oo abu bakr iyo abu ubayd ka badi bay yimaadeen ayaguna weeyaan wa tadaafa markaas waxa batay isku soo laablaabmay weey adadul mushrikiina mushrikiin takradoodina ayda waa laablaabmay mar hadii muslimiintii ay nabiga u iimaanayaan mushrikiintiina عدد كودي والله لما الله بكي ما دوي انت شلاء هايان كبدا انت هدايا هايان كبدا اي كي ما دوي واشتدت وحاضرناتي هجماتهم وير الكودي بافتي والنبي سوى وير الريان صلوات الله وسلامه عليه آد بأبديا هجوم كي نبي يكون قاديين اي آد أبديا وقام المسلمون مسلمين تينا واي أكعين او واي استاقين لبطولات نادرة جيس النما حدافه النادرة وآنا أيضو كرالا أرق أي نبي كد دفاعيا أي أيضو مستاقين ويا عدد كودوا ويري هذا يروي أول لبننا اللجوك تعداوعة سعد بن مار طلحة بن عبيد الله إيو مار سعد بن أبو وقاص لبننا وكلاتمي دورنا وكلامرك حدنا عدد يربا ويني مرك أركان بمرك واربضان إيا عدد فربضان يكسو قادين فمنهم مركب حكم إلى صحابة النبي أتمد من يرمي مدفلارتي قني وعظم كقني ومنهم حكم لها من يدافع من نبي الدفاعي صلوات الله وسلامه عليه ارتقنا أو حكس ودعوك إلى لنا ومنهم حكم لها من يقاتل من سيفتي سكرات قال لهم يا عدد وكقه ارتقي ومنهم حكم سلمين النبي لجوك تكمل لها من يقسهام فلارها يقمون ذا من إلى لنا يؤطوري على جسده يعني أولئك كإلى لنا على جسده جركي سكو إلى لنا يعني فلارت النبي كسو سعطه أسرع أسكد لغاية ورنك كسو سعطه أسرع أسكد لغاية كسنا سعيه نقضين صحابة النبي كسو نقطي قال لنا مقصد كله النبي محمد إني كتخلصان عليه الصلاة والسلام انت سيدوني وكان اللواء على كدتك مسلمين تا على كدتك مسلمين تا وحوءها بيد مصعب بن عمير صحابي قال مصعب بن عمير ليلا أيا قعنتك هي على كمسلمين تا كده قال لما فضربوا مشركين تي ويقرعين وكل فتين سيفتي أي على يده اليمنى قعنتي سمدك أي كل فتين حتى قطعت إلى أي قوضة أي أمارة قعنتي سم كل فتين إلى قعنتي أي قوضة فأخذه مركز حقوق قطعي علنك بيده اليسرى تعانت ملك تادوال لقوية وكوهي كيف نحن علنك كوكب سدي مصعب بن عمير رضي الله عنه فضربوا عليها مركز قعنت ملك لها دانا كل فتين سيفتي حتى قطعت إلى أي قوضة فبرك عليها فبرك عليه فبرك عليه بصدره وعنقه مركز وحوك كؤر صدي أو كوكب تعلنك يعني حبت كيسة يلقون تيسة قور تيسة أي كوعلي حلنك سلاسة أو كوكب طي سلاسة أو كوعلي مركز ومركز كوكب تين بيقوي مادين حتى قتل إلى مصعب بن عمير ماشا اللي قد له يعني مارتي شهادة أو كوحله وكان الذي قتله مصعب بن عمير نكي ديلي هو نكاس وحوها عبد الله ابن قميعة نكاس مشرق أهو عبد الله ابن قميعة اللي يرهده أي مصعب ديلي فلما قتله مركو مصعب ديلي ظن وحو أمليي عبد الله ابن قميعة بوحو أمليي أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رسولك ألد ديلي نبي الله محمد إنه ديلي أي أمليي لأن مصعبا مصعب بن عمير كان وحوءها يشبهه صلى الله عليه وآله وسلم نبي شابه يوئك يعني ما دام سيئه شابه يوئك هذي أي مركو مصعب دليل وحويره محمد باد شبه إسيريوية فانصرف ابن قميعة نكي عبد الله ابن قميعة أها ولابطيو إمارة مركو نكي صحابي قاد دلي أي كلابطيو قدومي وصاح مكاسو قيلي وابا واقعي لو وحو سمعي نبي باد شيء وحو كل واقعيري إن محمد قد قتل إن محمد المحمد قد قتل والد لي محمد لمي ساسو فاف الكاسو الله رواق قيلي مشركين تبارك قيلة دي بي مغلل وشاع الخبر وركي أو نبي محمد الذي ليها أي فافي بسرعة سدق دق أحيو كفافي ويا
إن هذا الكعوفة خلال المسلمين نصيحة بأبو جرتوي وناك باب أبو جري لأنه جوم أذك أيال أبوهي بحولي يا شيخه وبإشاعته وركاس فافنتي سأوفى فافية من كاسي أما فافدة وركعوفة فإنني إلا ديلي باتخفف وحا كفض ذاذي هجوم المشركين مشركين توير كودي بامرك فض ذاذي لأن هدف كودي واد قرتين بإسراهدين هدف كين واد قرتين بإسراهدين مركاسة هجوم كي بدنا أي جوجيان يريين إذ محايالي ظنوا وحي ملايين أما هم أصابوا الهدف يولكي إني قارين أي بملايين ويان وبلغوا إني قارين ما أرادوا وحي دونيين وأها محمد دلكي صلوات الله وسلامه عليه نو محمد إني دلال دونيستي دونيين إني قارين بين ملايين سلا درتك بمركة هجومكي واركي بدنايو مسلمين تأيكو حيين بحوضا خفيفي اسكي جوغ الآن ندمتو لواء قارنين هذا محمد الشين لكن هذا الكبير بوها صحابي قاسم مصعب بن عمير بيدلين ويا السنة كمكو انتا شيئي يو حد موقف كودي مسلمين تحال كودي سلو أها يو نوضو الرمي موقف عامة المسلمين بعد التطويق موقف عامة المسلمين مسلمين تا عامهان تودا يعني محو أها موقف كإستاقين ناشئ إستاقين حال كودي سيبوها بعد التطويق مركي لقدوميين دبدي يعني مركي الهريريي أو قال ذي يعني دنا خريج قال بأكجي مادين أما فردولي ذي هن نقدان أما كوي دجال لما يهن نقدان كل كيل قدومي لهريري حال كود صابو نقضي تاسو نوجو والرماي لأن التطبيق وحال إذا مركز تراهدي طوق الجيش العدو بعضه جيش كي عدو جيبو هريري يعني وحوي إذا التف حوله التفاتا يعني التفاتا مركي إذا التف حوله التفاتا مرك أو هريري أو دنع والبابا أو كمره بل إلى هذا طوق الجيش العدو إذا كعدو جيبو هريري ويان ساسو كرا لينا مرك مسلمين تيلا هريري حال كيرو سدوها موقف كأي قاتل محوها ولما رأى المسلمون مسلمين تي مرك أي أركان بداية عملية التطويق هريرين تان عملية ذا لقد تشقذان أو هريرين تأهي بلا وغيدي مرك أركان أي تشتتوا كرتين وكل يعين وارتبكوا يعني وي يعني وحويان وأسلح يعين أمر كولي بأسكو خلدمي أرنكي ويعني ذاتي رعدي قبان تكبطي مرك مسلمين تمال والبلغة هريري وصيفت أن دقال للد عيو بامارتي أرأيك دمابا أرنكو دسكو يعيويا ارتباك مركة تاسع لإرادة أي اختلط أمرهم أرنكو دي بأسلح قلي مركة أرنك سلح قلي ونوفس الشيخة ولم يصلوا معيا قارين إلى موقف موحد هل موقف يحل ميل أو أرن هل ترى أو أي قاتل مئين جريوي موقف واحد أي قاتل لما أركب هذه مركز وكلاء سنرغين أو سنوجهدين قائد كنا نرغي أو أها إيجينا لحرير يسيهين نرغي هل كاللقوها يسطو أو دبكاس أوجرو هل إن أبيسا حيرا إيا ورير أين كدعين من انتصم إستان بيجهاء بحلاهين لكن وأسكد رفمين أرن كما أسكد حيا عيويا فمنهم مركو حكم لها مركو أرنكو ذي خلدمي واستحيا عي من فرد دد على الريبة كم ذا مسلمينتي إلى الجنوب كافر حق يدوس على الري حتى بلغ إلى أسوقار المدينة المنورة مدينة إلى أسوقار إلا النبي هل كانوا جري عدو أي مدينة حق يدو كحيقي ودنك غربي جنوب غربي بو كحيقي مدينة دين عاصي هذا عدو أبو دوا قاربا بحصدي مدينة إسكاء المسلمين تيو على الري ومنهم حكم لها مسلمين تي من فرد دبو على الري دد عرري إلى شعب أحد أحد بورت اللي إلى هذا تجد أعرري ولاذ بالمعسكري ماشي مركه رعيدا كؤود دقي أو ظهر اسم معسكر في أحرذي أبح صدي باجروي وحرذي أي مسلمين تمركه رعيد دقين دد إسكاء ذي باجر ومنهم مسلمين توحكم لها من دبا كم لها قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سوء آذي أو أسرع إليه أسرع دقدق ماشي وجري هل كان يمده نبي أسرع أرضي صلوات الله وسلامه عليه
فدافع مركه قلدا نبي سو ادينا فدافع دفاعي عنه نبي دفاعي كما تقدم سيدي حد الصحابدي ان سو مرن عن هذلك نو سو هرمر ان كشغني ان كو سو ارغني او كره دد سدا سو كره نبي سو ادو دفاعين وي كجيرين وين وبقي معظمهم وبقي معظم المسلمين مسلمين تبدنكود وحي كو حرين في دائره التضويق harereyntaas iyo iswaarka meesha lagu hayo harereyntaas iyo go'doomintaas intoodi badan ku dhac jiraan xogaga waa wax yar oo maarka baxbaxsaday laakiin intii kala go'doonkaas ku dhac jiraan weeyaan saabitiina ayagoo nagi oo aanan cararaynin fi amaakinihim meesha ay taagnaayeen boosaskoodi oo lagu harereeyay ayagoo taagan ayay halkaas ku go'doomeen ay jiraan yudaafiuuna ayagoo iska dhicinaayo iska difaacayo almutawwiqiina kuwa ayaga harereeyay oo mushrikiinta iska celinayaan way qaatiluunahum ay la dagaalamayaan dadkii go'doonsana iskama fadhiyaan xoolaha meesha ku haray mucdamkoodi uu dhinac walba laga jiraa waa ay dagaalamayaan waan isdifaaciya qoladii mushrikiintii xareereysay bay iska dhicinayeen weeyaan وحيث لم يكن بينهم من يقودهم بنظام فقد حصل في صفوفهم خبط وارتباك وحولي يا شيخ وحيث ماشي لم يكن بينهم تحدود أوسا أحين من أحد أو يقودهم أيها هقاميه بنظام نظام كهقاميه أوسا لحين يعني ما ينصر ما يسير نقف هقاميه ما لحين ماشي أرد واسكم لحياعي فقد حصل مركز واحد دعي أو حصلي يعني أو ماشا كدعي في صفوفهم صففك مسلمين تدحلو ذي أي واحد دعي خبط أي دعي خبط كوحالي رهذا يعني قفك أو ميل أو أسعد أنا نقرني وحو سمعين أنا نقرني مثل وحالي رهذا فلان يقتبض خبط خبط عشواء بالنا هذا الحقوقها بكسدا سدا يعني ما رت هشا همينوق قبطن اندها لحين ماشي يكون دحدو اسكه بكستو او كلا او ميل ولب قد ايو انا كلا فيرينين ميل قدح ايو تاسو كلا ده مسلمين تي نقدين وي marka arinkoodi ba isku darsamay markaas ay iska yaaceen markaas waxa laga yaabaa muslimiinta lafteeda inay saarta isla dhacaan ay isdilaan dhexdooda inay isdilaan halkaas gaaw noo sheegay sheekh marka wuxuu leeyahay waxaytu lam yakun markii uu san ahayn baynahum dhexdooda man yaquuduhum bid ayaga hoggaamiso bi nidaamin nidaam iyo maamul u sameeyso madax aysan haysanin laama go'doon ay ku jiraan kulligoodna waa siman yihiin ba faqad hasala fi sufufihim safafiyalkooda dhexdooda waxaa ka dhacay خبط اسمح جير ايال الى ذا تاسو كلا اي وارتباك ارنكوذو قسمه ايا كدح دعيويا مركاس ارتباكي بو نو فسري اي خبطي بو شيخو فسري رجعت وحصو نغط اولاه مدودي بو الرئيسي بصو لابتي مركاس فاجتلدت ما هي اي واخراهم ايضا اي كوي قدالة او كدن بي ايا اسقراعيويا تضاربوا واسقراعي ايا با اسقلاوي muslimiin tiskuma jeedan gaaladay u maleeynaayaan markaas qaarkood qaarka kale uu dilay wiil hatta qutila ila la dilo al yamanu oo ahaa waalid xudayfa xudayfa ibn al yaman abee waxa lagu dilay yaani ila la dilo oo bi aydi muslimiina anfusihim muslimiin ta gacantooda ay ku dileen ayagoo mushrikiin u maleeyna laa la isma yaqaan wala saddex gala arinka waa qasmay markaas qof wuxuu sameeyay oo san garanayn inuu weeyaan waxa sameeyayso ma taqaanid markaas yaani yaman oo xudayfa abee oo muslimiinta mujahidiinta ahayd kamida ba muslimiinta laftoodi ay gacantoodi ku dhintay weeyaan markii arinka talada ay yaani farag tala markii farag ka baxday ay sida isku laayeen falamma samicu markay maqleen ayo intaas lagu jiro la wareersan yahay wali ma aynan maqal muslimiinta nabiga la dilay ma aynan maqlin wali markii ma soo gaarin falamma samicu markay maqleen yaani khabar maqtal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nabiga alayhi salatu wa salam dilkiisi in la dilay warkiisi markii ay maqleen warka uu soo gaaray taara waxa duulay sawabu ta'ifatin minhum koox muslimiinta kamida sawaabkii baba ka tagay aqligii baba ka tagay sawaabkii baba ka tagay markaasay wakharat yaani waxa daciiftay azaimuhum
عزيمدودي اي كو دغالمينا وا ضعيف تيوي ضعف با كو دعاي وي واستكانوا مركاس اي دلودين او اسليبين حتى تركوا القتال الى اين تسافين تسك دغان حديبه نبيي دنت مخا دغالميسان اي اسك عررين ساسو كلا ددك نوعاسو كلا غارين وي واستكانوا اي خضعوا وذلوا بالوجهنا اي خضوعانو انت سافي اسك دغان يهبكي اي على الدغال كو دنب فرح كقادين قال سداس سميسي وي وتشجع اخرون دتك اسكمد ما دتك انتودي بدن وا دتكان مارتي اسلامنمدودو كسغناتي ايمانكودي وي وتشجع وحاد جيسيوبي اخرون كوكل اي شجاعه موجي جيسنمو وقالوا مكاسي وحي يراهدين مربا هدي نري يدنتي موتو ايدين كانا دنتا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد وحو كدنتا وحقيا ايدين كانا كدنتا تغينينا ساسو كلب يراهدين وي dadkaas waxa kamidaha Anas ibn Nadhr radiyallahu anhu wuxuu arkay saxaabada iyo qarkood yaacayo arri markaas intuu yimid buu wuxuu ku yiri yaani hadal aad u ajab badan buu yiri allahumma inni a'tadiru ilayka ma sanaa haulaa ilaahay kuwa waxay sameeyeen dadkan arrayo oo saxaabada arinkooda waxay sameeyeen makaaga cudur daaranaya buu yiri muslimiintu ku jeedaa wuu مشركينتي بقول جيستي مركاسي وحويري وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين كوة مشركينتي وحي سمايين ونو محمد إني ديلين مسلمينتي اللايين إلهي هو كأقبر النقان يابون مركاسي ودتك صحابة انت الله اللي وحويري ما تنتظرون ومحاسو جنة إيسان بغير دتك صحابة يبون محاسو جيسان مركاسي إنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جبال الدليل عليه الصلاة والسلام مركز سيدا يرهدين بوحكويري ما تصنعون بالحياة بعده بحيث أن نلاشي أسوغ إيسان نبي محمد هدو بنتي نلاشي أسوغ إيسان ومحيبوه مركز سيدا قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورستاغ أو واحد سميسان كل انت نبي الله محمد وحو كل انت مركز سيفتي سقاتي مركز ماركتي عدل جيو كتر بضم بوكيري إلا آذي إلا أويرال والله إني لأجد ريح الجنة من دون جبل أحد جنة عرفتي لي أيان أحد بورت لي راسو كذي ذا بانك عرفنا يا أبوي مركز ماشي آذي فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وادا قال لمي آد بقول لا يا مشركينتي إلا أسجل بركي الدبل ديرو وحيليهين كتبت التاريخ لسوء قوريان أنس بن نضر وحوي وحال لقتري دور إيسديتا ضربة صيف وضعنة رمح ورمية سهم انت صعب نسكو قجيرو يعني مركي اللي تري ولا قوم عد قرتا لواي ميتيسي إلا ولا شيس باوحي مردما كو قرتي يعني عرفت ببنانه بالي فريق إيساس أي تقييني بيكو قرتي إنو أنس بن نضر يهي ولا قوم سي مارتي سديتا او سيف يورن يمارتك فلارة ايا لقيتري دور سديتا ايا كل عذي ويصحابي رضي الله عنه مركا صحابة الركس بن عذي وصداس وكلاهنا واي كجرين ويا وبينما هم كذلك مركا صداس حال كوذي صدا اوها صداس وكلاهويا اذ وقت قاس ونبي قواد انتئي آمسيهين اذ وقت قاس بارعا وحو أركي كعب مالك ايا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أركي وقالوا لي قعدون سنيدوي نبي قواد أركي ومارتي ايو اندها ساري وهو يشق الطريق إليه نبي قواد وددي جريئه حقه وصو صعوده ايو أركي فعرفه بعينيه لبديس إن باب بوكو قرتي النبي عليه الصلاة والسلام فعرفه نبي بو أقوان صدي بعينيه إن بيس بوكو أركي وكو أقوان صدي إذ محايلي كان وجهه نبي وجهيس عليه الصلاة والسلام وحوءها تحت حلق المغفر والبيضة وحو يعني كل حجر مدح نبي بيضة بحسن يكوفذي إيه مغفركي أو كسي خوصي يكوفذي خوصيسي يعني وجهيس كو آدني وجهيس بكو آدني مركا انديس وكو قرتي ويا فنادى مركا كعب دواقي محويري بصوت عال نوق آد أسرية أيون كو دواقي وقيلي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسلمين تقول كوديو أبشروا بشارة استا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وكنا مد من هو بنت الدار ذو حشيدين. فبدأ المسلمون مسلمين توحي بلا بين مركا يرجعون إلى سور نقنيان إليه النبي سور نقنيان تذكر بحث ذي قاركود وما ما لها بور تحق إلى آذي إلى النبي حق يسوء إيمانيا حتى تجمع حوله إلى النبي أكتيسة كارب كيسة كسو كل من 30 رجلا من أصحابه صد صحابي بسع النبي وتمت صلوات الله وسلامه عليه فإذا كنت تضرب بقلها هذا وحي أكجوه وحي دمتين مويه يعني صدن كاسبة أكتس وكسوة أرورتي قال ذيك لقوضان كبيقار كجيران ويان فشق بهم الطريقة صدن كين أوتي أيو فشق به نبي وحو لجي حي ذاتك أسقوته الطريقة والضذيب ومري بين المشركين المشركين تدحل إذا أحيد بصوبح جاحي نبي عليه الصلاة والسلام وحول الربا مسلمين تينو بدبادي ونجح مركاس النبي كوكو ليستي في إنقاذ جيشه المطوق عينا كين لحريريي بدبادي سؤو بدبادي ونبي كوكو ليستي صدن كانن أسقو وطبو صباح جاعي مركاس عينا كين سماشي كوكو أضان سنة أيو قضان كي كسار النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه مركاس وصاب وطي وصوجي تعينا كيسي إلى شعب الجبل بورتي جبل أحد يعني وادي هذا حق يذبه اللسو آذيوي تبقى يذبه اللسو آذيوي وقد حاول المشركون مشركين تيوحي اسكوب ديان عرقلة هذا الانسحاب مركز صحابة اللسو انسحاب اللسو بحي نبيك إني عرقلة تيانو اسفرتاقان وقشقشادان أي اسكوب ديان وماشي أي قوضان في كوحي استانددكن أي اسكوب ديان وي ولكنهم فشلوا تماما لكن سحقيقة ويكو فشلانو ويكك هذه ويين صحابة ويين وقتل منهم قال هذا عرقل هذا اسكوب دي ذي يقشقشاد دي إني كور استاقان مسلمين تي انسحاب كأي سمين ايان ايدي بقرشادة أي سمين ايان يعني قال هذا اسكوب دي ذي او كفش شيء وحال لقدل وقتل منهم وحال لقدل اثناني لبا ايه كم اذا لقدل اثناء هذه المحاولة اسكوب دي قاس اي اسكوب ديان احنا اذا إني عرقل سيان با ايه اللي بل لقدل مركاسي قدالو عرين مسلمين تينا مركا انسحاب كأوسو رقلي إني حكا اسكوب تقانوين وبهذه الخطة الحكيمة أرنتاس تكتيكاس أو حكمة له أو يعني خطاس ونكسن بنجى المسلمون مسلمين تي أي كنوا بدقلين مسلمين تي ويكون بدبالين تدويقية والله قصوا صاري مركاس النبي حلقة اسكوه قيس صلوات الله وسلامه عليه ولكن سي بعد أن دفعوا الثمن غاليا لما ارتكبه الرماة من الخطأ ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحانا لم حاكينا جبكا وحاكينا خلافي دي نبي أمر كي سلا خلافي وكنت كينينا وماشي أو فريسيو يلي أكتقينا ماشي هفضية حدا أركتانا نقول هذا نعونيسو هدينا لبابي هكسو تقين حدا نقول إسانان هكسو تقينينا أي الدنيا دون ترادة أسو تقين إلا طبعا كينينا وكرانا ماشي لقود دلوي مركب وحولي هاي وبهذه الخطة الحكيمة تكتيكاس أو مارة حكمة له بأن نجى المسلمون ومسلمين تيكون بدبادين ولكن بعد أن دفعوا مركي أي بيبين أي بحيان الثمن ثمن كي بضيع عضي غاليا يعني أسألوا غالية أي بيبين لأن قوشي وي حين لهاية هذا الأمر كنبي خلاف الله محين كب بحيان أو قال لي أسيان ثمن كي غالي قاها لما ارتكبه وحي أي كورين أي فولين أي لي مادين الرومات كوي فلا راه جملي بورتا لفريسي جبل الرومات ومن الخطأ قفعه أرنت أكو خلدمين إيو مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد أمر كي سؤال خلافي سبب تيذا أيين الثمن كي قيمه بدناء يقوشي إيو مارتي وحي لحلي لها هل كاسي خلطة أي قلن سبب تيذا بينا أرنتاس أي كبحيان بالوجينا في الشعب تقضي لحدي سيدا مركا لقو الرمي وبعدما خرج المسلمون مسلمين تقول كيكسوا بحين دبدي مركا يكسوا بحين دبدي من دائرة التضويق حريرين تي ايكو حرير اسماعيل حرادي ايكو جيرين قال هذا حرادي ايكو جيرين مركا يكسوا بحين دبدي ونجحوا ايكو قوليستين في التمكن الدقيد اي دقان من الشعب التقي او احد تقيري اي دقان ايكو قوليستين ما حصل بينهم وبين المشركين بعض المناوشات الخفيفة الفردية حصل وحاد عين
بينهم مسلمين تي وبين المشركين مشركين تي قريش هاي يدحذوا ذبا واحد عي بعض المناوشات استورتورد قارك من الاستورتورو مناوشات كاسو الخفيفة تفضد الفردية كالكالين اسكتور ماذا فلار صوتوري كان اجوابي كان ورنتوري كان اجوابي وحذاك كالكالي احيا جلتي يدقال وين مجري ولم يجتري معين كل رنين المشركون كوي قال ضعها على التقدم إن سوء آذان سوء هرمران نبي حقيس سوء آذان إيه والمواجهة العامة كهرتك إن نبي كهر يمادان إيه عيدا كسحابة سوء آذان ما ينكبي رنوي ما ينكبي رنوي وإنما بقوا ما ويكب باقي النقدين في الساحة قوبتي لقد قال لما أيها كهر قوبتي لقد قال لما أحد أيها كهر لك مسلمين تجمل أحد الجرى قوبتي بمكة كب باقي النقدين يكهرين هل كاسو وحون يكون أحسن ما يمرك مسلمين تي للديني أو شهادة أها وماشي يالله بمركة تمثيل كسمايين أو وجيه ذي بدلين وجيك ذي قوقوين هذا الله راسي سمايين وي marka inama baqo waxay ku hareen fi saaxati goobtii bay ku hareen lagu dagaalamay qaliilan wax yar oo meedadkii ay dhoban yihiin weeyaan mathalu khilalahu muddadaas ay joogeen muddada yarta ay joogeen saaxadaas iyo goobta ay joogeen iyay waxay bedeleen mathalu yaani gheyru balojada tamthiilku waxa ilaada qofka oo dhagaa laga rifo yaani ma aragtay sanka laga gooyo gacmaha la jaro wixii lamida lagu sameeyo ilaada yaani qofka wajigiisa la bedelo iyo waxa lamidka weey mathalu way dooriyeen way bedeleen khilalahu yaani waqtigaas dhex muddada dhexdeeda alqatla dadkii la dilay oo meedka ahaa shahadadi meeshii yilay ay dooriyeen faqatu markaas waxay gooyeen aadaanahum dhagihii bay ka goosteen shahadadi muslimiinta dhagihii ka jareen wa unufuhum sankii bay ka goosteen wa furujuhum dhakarkii ragga ay maaratay qalbkoodii bay ka goosteen ay jarteen wa baqaru butunahum calooshooduna waa idilaaciyeen muslimiinta calooshoodii bay dilaaciyeen marka haweentii abu sufyaan uu qabay oo cutbat ibn rabi'a uu dhalay oo aabaheed xamza oo badar ku dilay ayaa yaani ayadoo dhaarsanay dagaalka ku jirtay haweenkii soo raacay ku jirtay wa baqarat waxay dilaacisay hindu hindu bint utba kabadha hindu bint utba la yiraahdo abu sufyaan xaaskiisa ay ya an batni xamzata xamzat ibn abd al-muttalib alawshi sabay dilaacisay hatta akhrajat ilaa'i kasoo saarto kabidahu beerkiisa ay soo saarto beerkiisa la soo baxday markaas afka gashatay walaakata way calalisay beerkii bay calalisay ay arabka gashatay falam tastati' ma'inan karim ma'yan awadin an tasiqaha inay liqdo yaani isku dayday inay liqdo hata ay cunto bay isku dayday laakiin waa liqweyday falafadatha markaas kabidki iska soo tuurtay beerkii ayay tuftay markii calalisay dabadi ay iska soo tuftay wiil واتخذت وحا لغا ييشاي من الاذان دغيه ددك مسلمين تا لغا غوستي اي والانوفي سنن يالكي لغويي اي اي وحي غالاد كا سميستن دمركودي قلايده كول كول باي كا دغتين اي قورتو كو تخدا اي وخلاخلا خلخال كان وحا ليرهدا قوبك سلسلده لغو خيرتا سومارتي لغتا اي لا ليرهدا برتا شبح شبح تراهدو كلا اي خلخال ليرهدا ساسو كلا باي كا دغتين اي انتحار كو خيرين اي عغها كو خيرتين وين وا مسلمين sanahoodii iyo waxay ka goosteen iyo furuujtoodii ee meelba ku xiranayaan halkaas marka muslimiintii gaaladii muslimiintii shahaadadoodii bay waxa soo ficil xuma ay ku sameeyeen islaamkuna ma ogola diinkeena ma ogola nabi ilaah maxamed waa diin jiray inta tamthiili mithla la sameeyo ma ogolaan jiray hatta gaalka kan ugu weyn baa noqday ma ogola diinteen islaamku weeyaan wajaa ubay ibn khalaf ninkaan ubay ibn khalaf la yiraahdo waninkii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam markii hore aan u soo marnay maka markuu nabigu joogay inta uu soo hijroonin fihi jiray faraskan maalin walbaba waxaan siiyaa intaas oo maaragtay masaga ah iyo galay ah baan ku quudiyaa waxaan u hayana in adiga kugu dilaan raba muhammadu oo oran jiray markuu saa ku yiri baa nabiga ku yiri kaleeyhi salaatu wasalaam bal ana aqtuluka insha allah ana ku dili doona buu nabigu ku yiri marka wuxuu ka soo qayb galay uxud ayuu umayay yimid markii muslimiintii la jabiyay oo nabigii calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii meel ay ku urureen ayuuba nabigii soo aaday inuu dilo oo ballantiisa uu fuliyo
وجاء أبي بن خلف مشرك أبي بن خلف ليراد أضياش قريش كم لها أيين متغطرسا أي متطاولا ومتكبرا إسقاط قاضي وإسلوين أيو يمد حقوب سوء هذه إلى الشعب ماشي تقي نبي يسحر بس أي جوغين أيو سوء هذه يزعم أسقى الشيخان أنه أسقى يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إنه دل يبو الشيخ أنا دل يبو مركو سوء هذه نبي عليه الصلاة والسلام من صحابة يسكمل أجوه بحربتك قاتل إسيه باش يرتع هيدا أبدا يرتع هيدا متكي ورنك يرتع أهبك قاتل مركز فتعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أياء وحكد ريكم ذي بحربة يعني ورنك يرتع أهبك وحكدم ذي في ترقوقته حلقا لقمت سماشا أي كل رفتي في فرجة مير يرافرا وبين الدرع والبيضة درعي قوقبي وبين مخلف إيا بيضبي أو كوفيدي برتأهي وأوأ مير يرى أبنى حيث آفرا أي نبي مثلا مركاسه شي شيء مركاسه ميكا كل رفتي ملكو سوء هذا أسوه سيبتي سصوته أي كل رفتي وي مركا حرب هذا سو ترقو كذا وحال هذا لفت يرتاه لقنت هلك قطع الله هي اللي رهذاون يعني عظمة المشرفة بالرهذا بين ثغرة النحر والعاتق هلك هو يقول لي عاتق ماشي لقنت يعني ما رتي قد حيه لفت يرتاه هلك قطع له يقول لي هي ترقو كلي رهذا هلك أوفر ميت درعه قبي كوفنا واوتي انت يرتا بس على كبناني ماشي يرتا حد النبي ونمركو نك سو اادي هي اسكغي خليي ما هو عمرك جاري ما وصل كدمن مركي فتدحرج هو قد قدومي عن فرسه فرسك يسمو قد قدومي مرارا ان بدل دور جرب فرسك سكدعي او قد قدومي ويا ورجع الى قريش ما هو يرا جاري لكن قريش حقيده ان نقدي ويا وهو اسغ او يخور صودين يعيي يعني خوار الثوري سيدا دبي او عيو كلا سوا او عيي ايو اادي قريش كلابتي سوا عبادي او قيلين ايو مركاسي ايراد مركي فيريه والله وحوين كوبيا الله بالله ما اركي دين محل قيلين ايسا يعني وا قلبي جيبا كنت جاي بين فلني ما كخادي مركاسي وريه ما والله ومن ولي بو الان من كان انا ما كجوغو وير وا كديليا مركا وا دمانيا بو سيدي بو مركا امين سناوي فلما بلغ مركا اي لابتين قريش حق تغين او غاري مشى صرف ليرادو فلما بلغ صرفا مكان كصرف ليرا مركا او غاري قريبا من مكه ومال مكه او دوي وا مركا جيش لابتين كدي يوم مات لاجله داوع النبي او غيستي سببتي أيو أبن تيويا أميت بن خلف أنت يرتاهي لنبقى أغارسيا أيو أبن تيويا ثم جاء رجال من المشركين يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد مركي معسكر كمسلمين تأي جوغانو شعبي تقي كجيران يا أبو سفيان يا خالد بن الوليد بعيدا كالصوة النبي ماشي إلى كل بابيان بالرمين ثم جاء وحين رجال ركلوا من المشركين قال ذي كمدا أو يقودهم أو هجامين أبو سفيان يا خالد بن الوليد لما ذو من أبو سفيان عيدا كالوقت أبو هجامين خالد بن الوليد نفر دولي ذوتي مركا لما ذو ذي النبي سوء أذن يا صحابة وعلوا حي كرين أي فولين في بعض جوانب الجبل بورتي أحد يعني من عيادة يدقار كميدة بي فولين وإني سوء آذان دمعين نبي قال ماشا حغير عيدنا وقدري فقاتله مركو حالا دقالمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب إيه ورهت كوح من المهاجرين مهاجرين في كميدة بالله درتين منكي ماشا حغاقي أيوتين لبضان مارتي أبو سفيان خالد أيوتين عمر بن الخطاب يكوح مهاجرين في كميدة بالله دقالمين حتى أهبطوهم إلى كهوبيان من الجبل بورتا اي كوكوبيان كسارانا ماشي كعيرشان مركا وحوليه هاي مسنفك وتفيد بعض الروايات روايتها قار وحي فائدين ايسا ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص وكمدها حوغاغا عمر للسعودي او ابو سفيان خالد لدغالمي كمدها رضي الله عنه الله كراد النقدي با قتل ثلاثه منهم صدح اي كمده ودلي ساسي مركه كجبين عررين ابو سفيان رجيسه غدا قلبتين ويا
وبلغ عدد القتلى ترى ذا مركة مشركين تي مسلمين تكدم تلبالا دينا يوشيخ نوشي مشركين تي وحوين كمدما مسلمين تأد مركة نبوين لقصو قارسي ما شاوي وبلغ وحا قاري وبلغ وحو قاري عدد قتل المشركين مشركين تا تكل لقد لي ترى ذو 22 يعني لبي لباتن ايا لقد لي مشركين تي عدد كود لبي لباتن بو قاري ويا لبي لباتن قف ايا لقد لي وقيل وحكلوا لي رهدا 37 تضبية صدن ايا لقد لي نوالي رهدا يعني لبر رواية وي لبي لباتن اما تضبية صدن بير احايا دكي لقد لي وأما المسلمون لكن مسلمين تميع فقد قتل منهم بحال لقدلي 70 تضبات با مسلمين تي لقدلي سيد الله كلا دلي مركا قلو والبابا قلو دي لقدلي أيو نوشي يعني قلو والبابا مسلمين تي لسدح كو حوض بي أهاي مهاجرين تعلم بيوتين أنصار تو أوسي خزر جنال لبع علمي كلوتين قلو والبابا مثال لقدلي وي 41 من الخزرجي كوي أفرتن قبيلة خزرج ليرهلو أنصارتا أيال لقدلي 24 من الأوسي أفر يلباتن أوسو أنصارتي كمدة أيال لقدلي 4 من المهاجرين مهاجرين تين أفر با لقدلي وكدمتي 1 مدنة من اليهود مسلمين تي يهود النبي صرع ومسلم كاها أي حال من يهود با أسجر ماشا كدنتي ويهود كتر صلاة مسلمها وقيل غير ذلك انت وحان احين نوالي ذلك مركا كوي افرتن ايا مركا اسكو درتو محمد كوي افرتن ايا افر يا لباتا مركا اسكو درتو ولحلن يشانوي مركا افر كو درتو لحلن يسقالوي حلكي او نيكا مسلم كا يهودية تضباطا كاس ايا ماشي كل ما تمسلمين تنوغر ما تيوي وبعد المحاولة الاخيرة الفاشلة وبعد المحاولة اسكديجي الأخيرة جدا بيس الفاشلة أي كفشل مان فاشلة فشل متي وأن أذر قل من أبي سفيان وخالد بن الوليد أبو سفيان وخالد بن الوليد اسكديجي ودي كفشل ميت دبذيب بي أخذ المشركون مشركين تي وحي جذقلين يستعدون إني أديار قروبيان للعودة إلى مكة مكة إني الله أبتان بإسكديجي إني لابتان بمركة قوستين بس كالله أباني النبي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه فإنه رسولك عليه الصلاة والسلام لما تمكن من الشعب ماشى تبقى مركي أو مكان صدي ودقي واطمعن فيه أو نكحصلي تقاس أو كحصلي باجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب باوحو ألي مدعوكيني بماء بيبعوكيني من المهراس يعني مهراس ناشلي إلى هذا حق ذوكيني مهراس كوحال إلى هذا وماركتي بقح لقري ومستطيل من أساس يعني أساء النار بيكون دحجري أي النبي أغسو قاضي ويا بيو هكا أغسو قاضي وهو مهراس هنا وماء بيو بأحد أحد كسوغا أي ماشا يعني بقحس بيها القري أي كجران بيو أغسو قاضي سيو النبي أغسو محو أغسو قاضي ليشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنه عبد رادي أي أغوكياني ما دام ديك بدل النبي جينا كبحي أي بيها سأكاروي فوجد له نبي مركو بيه قاتئين عبا أو دمعي فوجد وحوها له للماء بيه بوحو كهلة ريحا يعني قرب كهلة أن عرف أحين مرك فلم يشرب منه مرك أرك كأركي نبي مؤونا عبين عبتالك أسكبافي بل غسل به الوجه لكن وجهي بوكرنا قضي النبي عليه الصلاة والسلام وصبه على الرأس ماذا حنا وأكش شفتي يعني وجهنا وأكون بغلاء ديكي وإسكدك يي ماذا حنا وأكش شفت به لكن مؤمن عليه مركو كش شفتي فأخذ الدم ديكي باوحو قدق لي ونبي كدادني ينزف إنو دادني من الجرح نبر رضي إداوعي نبر كي كل عي إنو كدادني أي ديكي با داتي نبي كسو داتي فأخذ وحو قدق لي الدم ديكي ينزف إنو دادني من الجرح بوقتي يا نبركي ولا ينقطع أسنقعين حق يذين كدادنا مركي أيسن بيه يذين لقلق أيسن استاقين فأحرقت فاطمة رضي الله عنها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة أو النبي جبدي سيئة أي وحي قبتي
قطعة من حصير حوغا ير او درين اه باشا درين تليراه او قيدها علين تود القفل كيو اي اي قبتي مركا اي قبتي يردن بس اي نقطي بيو ألسقته مريو كل جيسي ميشي سي ليقو او كسر داوعي ذي نبردي اي كل جيسي كوكاسا فاستمسك الدم ليقو او استاغي يعني وارت هذا تدكى الصمالة هو يسمين دبس كيركا مركو عمد ليق يركا سعودي دين لسارة واستاغي يا سيدي حيالا الاستعماله كلاوين مركا سيدي وكلا مركا دبس نقطبه سارتي دربدي بنبي ليق وك استاغي عليه الصلاة والسلام. وجاء محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة وصحابي الأنصاري قاه أيوحو هذنا نبي أوليم بماء بيء صائغ أي طيب بيء معان أو نكسبه كان فشرب منه النبي المركب بيهان عليه صلوات الله والسلام عليه ودعا له محمد بن مسلمة وحو أقدعي بخير وناجم أقدعي خير وإله سيه أي أقدعي ما من تاس مركا وما لك السبت ذا أحي وحو دقال كدعي ظهر كمركي لقاري وصل الظهر قاعدا نبي قاسقه فضيه ما دامت لا وعبدا كي يالله واستاقوا وصل الظهر ظهر كبوت كذي قاعدا أسقه نبي قاسقه فضيه فضي موكت كذي وصل المسلمون مسلمين تينا معه نبي قاسقه كذي قعود أيها كوا فضيه أيها والله فريستين فضي بي مركا ظهر كوادت كذي وي. وجاءت نسوة من المهاجرين والأنصار وجاءت وحايني نسوة دمر ومن المهاجرين والأنصار مهاجرين تي أنصار تكمد دمر كوذب مدينة كيني فيهن أي نحن وذكمد تهي أي كجرتو عائشة عائشة كمدة ونبي زوجة ديسية أم أيمن با كمدة ونبي حاضنة ديسية حي وأم سليم وأم سليطين حوين كاسو دان وصحابيات كأه أي كمدة هاي يمادين فكنا مركو حي أحايين وين كمدينة كيم يملأنا القربة صبر الرضك وبوحيه يعني وين كان مقارك اللي قسم أيه بيها الوقاته أي سبوحينيين بالماء بيك سبوحينيين يعني ولا أنت أوكل وحول لك ما أوكل أي بيك سبوحينيين مركاسي ويسقين الجرحى داوعي المسلمين تماشان سفن أي بيه أي ورابينيين قبلها ستة بيه صدران أي بيه ورابينيين رضي الله عنهن إلهي أكراد النهضة أجمعين لمن تدمر كاس الله كراد النغذي حوار وقرار هل كان مسلم كحون ووشيغي طوط إيه قؤان حوار كوا طوط إيه وحيد لحمري إيه قرار كوحي وكدن بيبو نوغو ورمي وحي أرنتاس يعني قرار كأي قاري ولما استعد المشركون يعني مشركين تي مركي أي يعني الديار قروبين ولما استعد مركز ازدياريين او ديار ام نقضين المشركون ومشركينتي للرجوع الى بشمر كيسكون دياريين تماما انا يبتوس مدينة كاللابتار ومكا آذان يا اشرف ابو سفيان على الجبل ابو سفيان ايا وحو فولي اشرف وحو كوري ابو سفيان با وحو فولي على الجبل بورتي كركي ابو فولي بورتي اكتر اي جوغين بورتي نرد كفولو استاقي ونادى ما دام الميكروفون او سنجلي وان ماركور انت استاقت مركا اعط هذا الشوف وحو الربا صحابه انه كلها تبور الربا ما دام وكاءت كاطير يعني هذه الوحد ليه كرتبه بابش علينا هذا بورتي صاص او فولي ما دام قائد في ماشعوها ونادى وونا واقي ووقي ليه وحويري أفيكم محمد ولي وحوها يستنين ودنتي فقرد داس بوركي با قاري ولي حيستا أفيكم صحابني يدحلي إنما كجرا محمد محمد مكجرا وين ومحمد منوليا فلم يجيبوه وما أي جواب نبي قايل هاو جواب لنا يعني لو جواب مركو وربح الجواب واي بو فقال هدنا وحويري أفيكم ابن أبي قحافة يعني دحلي إنما كجرا ابن أبي قحافة وأبو بكر أبو بكر دحلي إنما كجرا لو ما جواب فلم يجيبوه صحابتي وما أين الجواب مركز فقال مرسد حاد وحويري أفيكم عمر بن الخطاب سدح ذو حقوقي هاي يعني سدح ذا أركان الدين الإسلام كواها نبي الله محمد كسكو أبو بكر عمر إن أركان تيروا وين هاي بقوقي هاي مركز وحويري أفيكم عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ما إذن كجر بحذينا فلم يجيبوه صحابة وما أين الجواب وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوحوها هو الذي نهاهم مسلمين أحد عليه يعني كي كريبوها وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوحوها هو النبي الذي كي نهاهم كريبي عن الإجابة
جوابت إني أجوابان مسلمين تأصنقا كالريبي هو جوابين ورصاصة مركة عمرك وقاتل ما ين أجوابين أبو سفيان مركة صدح لي انتو ويدي لا جواب واي فقال أبو سفيان أبو سفيان بعد مركة وحويري أما هؤلاء فقد كفيتموه أما هؤلاء صدح لا أسعى صوت شيئا مركة جواب ويدين فقد كفيتموهم ولذلك كافية يعني واد النيوي خلاص ورد واد انت مرة دي جواب ويدين أنا لا إذا كافية مركة هذا الكايري نبي قلنا أوصني لا جواب أويري بعمر إسحيوه فلم يملك عمر نفسه عمر بن الخطاب نفتي سموه سنقبل أن قال من أن قال إلى أويري هذا يا عدو الله عدو الله إن الذين ذكي سدح لي ذكرتهم آشكتي أحياؤك والنولي سدح لي آشكتي والنوليهم وقد أبقى الله ألنا وباقي لي وما أسندلين وحق باقي لي ما يسوءك وحق حميك لي أذيك أيون الرب أرهبتي ذكا ولما أنا لمن ونولي وحق أذيك حمانك لي لبكو قيستو درادت بون الرب أرهبي بكوير مركو عمر هذا الكيسي مغلي أيو أبو سفيان هذا فقال أبو سفيان أبو سفيان باوحو يري قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني هذا الكاسوكير وحو ربعينو كعذر دارته وحو يري يعني فعل كي لسنيهيو تتكي وجيدا لغا قوية لغا هلغا جرتي سننك لغا قوية يذكر كيو أيو ربعينو كعذر دارته قد كان فيكم لحنين وحا أهاديم من أبو سفيان مثلة يعني تغيير هي الدورين أو دقي لبدله لدوريه وجهودي جكودي لدوريه جوجين أي لحدي نأحاتي لم أمر بها أنا وما أعرف فرن ما دام قائد أناها هل جوجي ما أعرف أورني بني ولم تسوني ما رأي اللي بيسوي وحي وحمي قالني سوي إنسان الله قالنا بحبك ما قبل لكن أنا ما أعرف أمر بني وحد لباتي جيسان يسا كما حمي بوليا كما حمي إنسان الله قاله لكن أمر كي قال لكم أسمعين نوري ثم قال مركز وحو يري وحو الربع دي ما دام مسلمين تبقى كافئ أو يسيري أي مركز سنة كيسي أي ولي قرنه ثم قال مركز يري أعلو هبل سنة كهبل اللي يره له قرنه ما أنت عديك قرنه دي محمد الحشيقي كقرنه دي بولي مركز أيو نبي حكيري صحابة ديسي أفلا تجيبونه ورماذا جوابتان إلا حد وحو قلي إنه شرك قيل وقرن نغضي إنه يرهده ماذا جوابتان مركاسي صحابة ديسي رهده يعني مما نقول يا رسول الله معان كل رهنا مركاسي وقولوا النبي حكيري الله أعلى وأجل له فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي إن أيا وحو بري صحابة ديسي الجواب جوابتي ببرئين أشيقانه أيو بري فأجابوه مركاسي صحابتي وحي أجوابين أبو سفيان أي رهلين الله أعلى وأجل الله أعلى أحد كسرية وأجل أسقان وين بذل سنم كاس آسكت وحويها لما أركويا ثم قال أبو سفيان أبو سفيان أحدنا وحويري لنا العزة ولا عزة لكم لنا أمقوا حالنا العزة سنم كعزة اللي يرهدان ولنا لكن ولا عزة لكم إنك سنم عزة اللي يرهده وشرف لما حيث كان بوير أنا سنم كاس بانوا لنا ونعابدنا لكن إذنكم مريهدين نبي مركاس وصدي وكالكويري أفلا تجيبونه ورماذا جواب ثان مركاس إذن محانو جوابنا رسولك إلهي مركاس أشيق يقول الله مولانا لا مولا لكم كلها فعلمكم النبي نبي وحو بري صلى الله عليه وسلم الجواب جواب تبودتك أشيق صحابتي فأجابوه مركاس أبو سفيان الجوابين ويقول رحمن الله مولانا الله بان ناصر كنا أحد كنو قرقاريه ولا مولى لكم إذن كان الناصر ملك دين إيا مولى إذن قرقارا منذ ما حيستان ويا ثم قال أبو سفيان مركاك بعد حدنا وحويري انت مركو الشيء كذب ونبورتي بوسارين وقيرين المسلمين ترغوا جوابيا وحوليه أنعمت فعال أنعمت فعال كلمة دا سحالي لها أنعمت فعال توحوي يعني فلكي لسنيي أو دقالكي وان كحيل ديراتي وان كحيل ديراتي يعني قف مخاطب واسكبلي قال لكن نفتي سوى الله حضلي سوى الله حضلي ممكن أن جيستي دقالكي وان كحيل ديراتي ويساسا لوجينا
ساس لوجن أنعمت فعال مركا تراد فلان أنعم في الشيء يعني مركا تراد فلان أنعم في الشيء حمل منك للشيء يبو كحيل ديراده بعدين إذا بالغ فيه مركو كحيل ديراده أي ليلة مركا حربدي يوقعدي يدقالكي وكحيل ديراتي بوليه هاي أستقال اسكو جيد نفتي سيوية يعني هذا بلدين لا ييوي وقضي بكم التاوي مكاسو حويري يوم بيوم بدر ويوم مالي ويمانت أحدا أو مماثلة بيوم بدر ما لنت بدر أدق متو ستضبات اللي جميع الناندرين ما أنت اللي ممكن تضبات ما ينكد النيوية ما كواسر بك مناوية ساسوين والحرب سجال تقالكم وقربدع قلوا مربي اللي تهشاء وكالتنو أنا ما أنت كالك النيوية وإذا كأت كان دام سلمين تتين حرب سجال كساسا لي هذا يعني مكافأة في الحرب ويعني ومتداولة أي لوجه الحرب سجال يعني ما أردت قرب بعضا نهيو كالتن ويشالي بدل إذن كان نقاط كاتل ما أنتنا نقاط كاتل كان نساس أجي ذوي ثم قال عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي أجوابي كيري لا سواء يعني وحويان وحوي أي لا يستويان ذاتك أتشهدتي لبدا ما الموت لبس من معها مرحبا بي أنك تضباتاً إلى كدلي إذنك وبدر تضباتاً إلى كدلي لا نحن سواء كواء ماهن ويا مسلم من أمك إذنك كواء من ماهن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار أما كوانا لكدلي وشهدوا جنة إلهي بيهلا لكن كوا إذنك الذين كدلي نار بيقلين أو إلهي نار بيقلين مرحبا تضبات من ماهن إنا ترى هذا بدر أولك متاع سكم إدماء حويا قال أبو سفيان أبو سفيان عمر أجوابي وحويري إنكم لتزعمون ذلك ولي إنساس بعد شيكتان نارد قشل أما أنا جنة قلنا باترهدان بولي ولي مسلا ساترهدان لقد خبنا إذن حدان النار قلنا وانهوقنا وخسرنا وان خسرنا بولي معنى واقول يسنوا ويوحد شاكيس وحكي جرى ملك وهذا العفق أتكتري إذنك يا أمك مسلم أنت علي ذا ثم دعاه أبو سفيان أبو سفيان أوي يا رمرك عمر يرر عمر ويمو كالب نبي مركه وحير اوتك اد بوير مركه اوتغي اي عمر قاريه وحكيري وقال ابو سفيان با وحيري انشدك الله يا عمر عمر الهن كغو دارين ياي قتلنا محمد مجري ولي نبي ما حدن لكن هذا عمر انه بيريه ما دوناي وحوله الهن كغو داريه محمد مدلني او ما عرفت وركا شيغيني صح ما ياه فقال عمر رضي الله عنه عمر بوح كيري لا بوير محمد ما أذنجل وإنه ليسمع كلامك الآن نبي محمد وإنه محمد ليسمع ومقلي كلامك هذا الكاغا الآن حتى أكوها ليسو هذا الكاغا نوى مقلي مرك ما أذنجل وي مرك وحويري قال أبو سفيان مرك وحويري أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر بي أنت أذيك عمر أصدق رنبدا عندي أنا أكتيدا من ابن قمئة عبد الله ابن قمئة أنك الذي جروي محمد أنت ليه ولا دليل الفافية أذاك رنبدا بير وأبر كان رال ما كبر لما بدل مركو ورك هذا الرومين ورتي سبين ويروح كجر مريوي مرك أنت أوسمي ثم نادى ود واقع أبو سفيان أيا حضلي مسلمين تود واقع يا وليه إن موعدكم بلنتينو بدر البدر ماشي اللي يراه هو اسوء ايمان العام المقبل العام القابل سنه كسو صعده ونو بدر اسوء كاي كان مسلمين تي مر كلا بولي والله ان ربا وكاس هلكاس بدر سنه كسو صعده ان اسوء ايمان فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ايا وحو امر احد اصحابه اصحابتي سميت كميدا اي وحو فر ان يقول انه يراه اسوء جوابي نعم حاب يرواد نوبلا هو بدر بيننا وبينك موعد وظلا أما يريدك نوضح حي بدر إن سانك سوص عزكو إيمانه ونوبلا بيري هل كان سانك إيمان إن كده صحابي مرك سلاس وكيري وين رجوع المشركين وقيام المسلمين بتفقد الجرحى ودفن الشهداء رجوع المسلمين عنوانك وحولي مسلمين تي لا بشذو بي أي لابتين ورجوع المشركين دي. رجوع المشركين وقيام المسلمين بتفقد الجرحى ودفن الشهداء رجوع المشركين مشركين تلا بشذوذي هي وقيام المسلمين مركي قوبتي كتاقين مشركين تي اي كلابتين كبحين هي قيام المسلمين مسلمين تي اي اكعين ايو استاقين بتفقد الجرحى
dadkii la dhaawacay ee dhaawaca aha in raadintoodi ay raadiyaan iyo wadafni shuhadaay dadkii shuhadadii meesha lagu dilay goobtii yaalo inay aasan maadaama mushrikiintii ay fal xumaysayo jirkoodii googoysay inay aasan bay u kaceen لأن قوتي وحاسس مشركين تكو أود بدناء أبو ماشي دحفة ديه مركي كئن صحابين كتجين أي مسلمين تمرك ماشي رؤسه كعنوية ثم رجع أبو سفيان أبو سفيان بالابطي إلى جيشه عيدا كيسو الله تمرك بورتي هذا الكو جيدين لها وكجيتسي وبلنتن وبدر سنة كسو سعوده أويري أيو جيش كيسي عيدا كيسي آذوي وأخذ الجيش عيدا كينا وحي قدقلين في الارتحال ررشو إني قوران ومكاحة جيدة إيهانا وقد ركب عيدو جيش كي أوفوري الإبلة أوتي أي فولين وجعلوا الخيلة فرضه إنا أي كيالين بالجنب منع أي جيد منع اللحين هل كاس مركع يعني وحو ليه هاي مرد أورتي فولين فرضهنا منع أي استاجيين وكان هذا أرنكاس أي وحو يهي دليل وحكو تصيو قصدهم لمكة أي إلى مكة إن مكة جيدان وحكو تصيو يعني مركي أي إن الرتان أي دمعين كتبت كالوسير كاوحي ليه نبي أي وحو درع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكيري إيه في ربويري لأن عدد مدينة حق يدو حقا مسلمين تين هالكاسية وحي جرا وحي تنك يدي جرا إنا يمرك وحولي يا نبي عليو جيش كاس إيسو إلالي وصوفيري هدي أي أور تفولان أو أي فرضه ينطنع بيان أو أي يعني مارة عينا كبين عيس أي جيان معنى هذا هو ذكا مكة أسعدان بولي لكن هدي فرضها فولان وحد أركض أنت مدينة أسعدان ورك إسو قارسي سيان مارة مدينة أيسن قال هذا سنة وقف سنة أي أدرى لكن إلهي وكسي جيت شيء مرحدي بفرضها أعلى فولين وفرضه دين على بيجان لكن أورت أي فولان معنى هذا مكة أسعدان بالنقضين وهكاسي آذين وكان هذا دليل دليل وهي قصدهم قصد دليل قصد دليل قصدهم الى مكه لمكه الى مكه مكه اني اذان دليل بيوتهي مر هدي اورتي فولين ويا وكان من فضل الله الله ديراسينتيس على المسلمين او فضل سي وحا كنيدها اذ لم يكن حدوسن اذ وقت لم يكن اوسن اهين بين المشركين وبين المدينه مشركين تماشي دقنايين إيه مدينة نحن وضع سمحين من يمنعهم أحد كإلالين كرو كريني كرو عن الدخول فيها مدينة إلى قلاو وحك استايكر بحكور استايكر ما ينجر لكن فضل إلهي أيو رب كجيذي ولكن صرفهم الله الله كجيذي الذي أليه إباب مدينة كجيذي مشركين تي يحول بين المرء وقلبه الله أدونك قلبه سكلا نحقلو كالتيدو الله هاس قفكي جركي سيبو إلهي كالجيرية قلبك هذه إلهي بأويه يعلمك كل إلالين كرا الله أو سمية الله أصبع مدينة كالجيرية وإلا ناشي أي دقنايين أيضا مسلمين تداوع وين وقيستي لما تبدأ وقيستي حتى مدينة قلن عدك ورستاي كرتمجرين ومركا وحي فسادين كرا أي فساديان مسلمين تلا يؤدي ذا بحتى مدينة إني سوق قلن بأولي كرين لأن عيدا كود وحير باكبنتي خبكودي وحودي ويوتان مركا إلهي بكجيدي سبحانه وتعالى وين فنزل المسلمون مسلمين تي وحي مادين مركا يوسو الدقين يعني إلى صحة القتال قوبتي دقالك أي مادين يتفقدون أيغو بارباري الجرحى والقتلى تذكر داوع أها يكوي لنتي أولا ديلي أيغو بارباري يبي مادين حالكو ديلي رادي وقد نقل بعضهم صحابة قاركود وحيبة أقوريان أقاذين بعض الشهداء تذكر ماشي كل انت شهداء قوبت كل انت يا قاركود تذكر قرابة ذيئها إلى المدينة تبقى أقاذين إن حق مدينة كعاستان أي أقاذين مركو النبي أقاذي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على وحو أمري بردهم سوعلنتو ذا لسوعليو تذكاسي إلى مضاجعهم ماشي لدقى قابتي لدقى يلودي لي إلا سعليه سهلك الله أعصر مدينة يقال سعلي باليري كان ماشي بحث الله كانوا وكاسي سعلي يويا ودفنهم نبي حكده عليه الصلاة والسلام في ثيابهم لبكودي أي قبين أي كدقى لنا يل بالله أعصي
اكفل لو مره دين ويان بغير غسل بغير غسل لقد العام ايضا لقن ولا صلاه ايضا جنازه لو توكنين ما دام شهداء ايهين سلاس النبي كو اسي كفل لو مره دين لما دقن سني ميك لو دقيه كفن لما مارت بحال الى صلاه الجنازه لو توكنين سدي با لو اسي ويان وا شهداء ويان وقد دفن نبي وو آسي الاثنين والثلاثة لبا لبا أما السدح أي وو آسي في قبر واحد ما دام تدكو أي بليهن وتضلات نيهين حلقي قبريبا أما اللبا أما السدح أي الاسكوه قيني حلقي قبريبا وربما وحال أركاء جمع بين الرجلين لبن إن لغو كل ميو في ثوب واحد هل مركلي إن لغو دو دوبا إن لقلي ما شاء الله ديقو أي الأركاء ما تلكو دي مر يعني مركي ما تلكو كوكارتو مرير إن لغو دو دوبا إن لبدو دي هل قبر الإسلام ديقو وجعل بينهما يعني تحدو دانا إن لييرو مركي لبدو دي قبر يلو دي قليا الإدخرة قيت كإدخل كل يراهدو قبورت أيكو وحيسين جرين في مدينة جيت كاس بعد حدود القشن كاس اللي دحيه اللي جري والله بدل يعني ميت كاس حدود اللي دقي جري وين هل مرة نكرك على جسار جري وين وقدم النبي بحور مريين في اللحظة لحد كأم إيل كماش اللي يراها إيل كأي وحو كفر مريين من كان أكثر حفظ للقرآن قفكي يعني القرآن كحفظين تي سبدنا أو حفظ بدنا أيها اللي حور مريين جري حق قبل هذا أيها اللي حجين جري وين سيقال لسو حور مريين جري كان كلانا قدالة اللي جين جري سيحظ بلوك الحفظ بدي أيها اللي حور مريين جري وين وقال النبي بحوري صحابة مركي ماش اللي بقاسي أنا شهيد متكبرين مرخ مرخاتك مك مرخاتك عيبانه على هؤلاء شهادة أنا مرخاتك عيب يوم القيامة ما لنت قيامها أنا شاهدها ومرخاتها هوية ووجدوا وحيها لصحابتي أنت ميت بربريين نعش حنظلة ابن أبي عامر نك الإرادة حنظلة ابن أبي عامر ميت كيسي أما جثبيسي أيها لن في ناحية مال أو فوق الأرض ذلك كركيسة أيها كهلا يعني رجل الرادين وكفق حوغا مال حوغا كبحسن لكن ذلك كركيسة أسارية أي أركن حنظلة يعني حنظلة ابن أبي عامر أي أركن يغتر منه الماء أصغر بيئ كدأي بيئ منك أصحابها أو بيئ كدأي أي أركن فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكيري إن الملائكة تغسله ملائكتي إن الملائكة تغسله ملائكة بقي سبوي من كان بيات أركيسان وملائكة كل غضيب لي مركم حيئة كسريسة غسيل الملائكة لذا حنظلة ملائكة كي أي غضيب لي خان وكان وحوءها وكان من قصته وركيسي أخبارتي سي قصريسة وحيئة كمدها أنه كان حديث عهد بعرس أنه أنه حنظلة كان وحوءها حديث عهد بعرس من أو أروس كيس عصب يحيبوها أروس عصب كجر مركز وقبر قرسدي وكان معها زوجه يسيبوا لجوغي أسيبوا لجرو إذ وقت بوا لجر حاج كيسي سمع المنادي أو مقلكي دواقيو ينادي للحرب تقال كدفت أويري أولا تقال كالله صبح الجهاد كالله صبح أسيبوا ريركيس لجيفو أيو أركي وجنابه ونمرك أخبي وحاج كيسي ولكو الميوية مركي بأسيبوا قبيسني فتركها قبلي بكسو تقي وخرج إلى ساحة القتال وخرج وصابح إلى ساحة القتال قوبتي دقالك أيه أصاب حي وقاتل وو دقال لما حنظل حتى قتل إلى الدلو رضي الله عنه وهو إسقاء جنوب جنابك أبو سلا درتد بفغسلت الملائكة ملائكتي أيه دقلي فيصب مركاسة فصمي اللقم قعابي غسيل الملائكة ملائكتك أي دقلي أي مقعسة لسييوني وكفن حمزة حمزة بن عبد المطلب أي وحى اللقم كفني في برد قو أيا لوك فن إن غطي رأسه مدحي سهدين لددو بدد رجلاه لما دي سلوغوت أي موقنية بقو عن كفل نيو هدي مدحي سلددو لغيبا موقنية وإن غطي رجلاه هدي لغيه سلوغود دانا قوي بدا رأسه مدحي سعو موقنية مركا سيدا درتيد مركا دي سيدا تحي مدحها لغا سارب عليري مدحها لغا سارب انتي كالو لغيه سوحرين فجعلوا على رجليه الإدخر فجعلوا على رجليه لغيه سيبه وحيالين الإدخرة إدخر في الجيت كل يراهده أيها اللغة حلقة كرساري
وكذلك سلاس وكربة أيضاً القسمي مصعب بن عمير مصعب بن عميرنا سلاس وكربة كفنتي لسار يعني لو كفن لها أي لا كان ويدي مركاسا أسجل القيب كما رحل قساري أنت ضمن جيت كاس أي مارتي لوجود ذيويا إلى المدينة إلى المدينة وفي المدينة حد بحقها الله يا مدينة مركي الله النغضي مدينة تحديدي آذي تانكي إلى المدينة معني ذو حوال آذي تانكي مدينة لآذي وفي المدينة مدينة تحديدي مركي اللي جوغي لبضع صعنوها النغضي ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مركي أي يعني كبحاني كفارغ النقضين رسول كيدك مسلمين تاها من دفن الشهداء شهداء دوغستي دي مركي كفارغ النقضين اي والدعاء لهم شهداء اولو دعي مركي كفارغ النقضين اي رجعوا الى المدينة مدينة اي الله بتنوي وقد خرج وقد خرجت ايضو اي صابح ذي نسوة هوان وقتل اقرباؤهن قتل أقاربهن هوين كاسو قتل لدلي أقاربهن تذكر قرابة أها أحد لقد المسلمين تي أي مدينة كاسو بحي مركا يعني مركا نبيجي مدينة آذين باري مدينة دمركي أهاية رقو ذي قرابة ذي للاي أي صو بحي مركا سفلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كأي لكل من في الطريق وضرب كل من فعزاهن يعني النبي أتعزييي هوين كاسي ودعا لهن وانا ادعيي ايقنا وادعيي تذكر ذلك يعني شهادات احانا واوقت عسييي النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت امرأة حوين باتمت ومن بني من بني دينار قبيل بني دينار كمدا قبيل كاس بني دينار ليلة كمدا وقتل زوجها لدلي من كذي واخوها ولا الكذي لدلي وابوها ابهدنا لدلي احدى وحا كل انتين من كذي يا ابهدي ولا الكذي اي حركة لدلي حوين بس ايمان كذا فيري فلما نعوا لها مركي أي أول رمان نعي وحل هذا يعني وحل هذا هذا الجيريات بالي هذا مركي أول إمشي أشجعينه مركي إمشي ذكى سبعة إن دمتي لو شجعي فلما نعو لها مركي أشجع خبرك سألت وحي ويدي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبهد ما ويدين نكيد ما ويدين ولا الكد ما إنه ويدين وحي تري رسولك إلهي كور رمان من نولي مسوابته فقالوا لها مركاسي وحكوا إلى هذا الصحابة إنه بحمد الله كما تحبين إنه نبي محمد بحمد الله إلهي أما هدي سيء كما تحبين صدى الله جعشها ونولي هويا قالت مركا فقالت وحيت رمايا أرونيه بيت الاتوس النبي عن أرض فأشاروا لها ويشارين وكا النبي هلك أمره يبيدين فلما رأته مركي النبي أركتي عليه الصلاة والسلام بقالت قبلي وحيتري كل مصيبة بعدك جلل كل مصيبة مصيبة بلاي أو إذا دمانتين بعدك أذي قداشة مربع هذا أذي قناشة جلل أي صغيرة من يروي جلل ومن ألفاظ الأبداد الإرادة جلل وين كر والله استعمال العظم والكبر والإرادة الصغير والحقير والله استعماله وين مركب مصيبة كستابة مربع هذا أذي قناشة وحوى وحكي وحكسوهر أذي كسوهر أو حفظت بيتر أو يروي أي صغيرة وبات المسلمون مسلمين تيوي بريان في حالة الطواري مدينة مركي مادين حالة دقدق كجرين غور مالي لسوير الدونا بيلاي يحرسون المدينة أيغو أو مدينة إلى لنا ويحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا أي وردين يانا إلى لنا يا صلوات الله وسلام عليه وهم أيغونا منحكون كوالا ضاوع أيهينو ضاوع من الجرح يعني تاقدر لتاقدر ريوي من الجرح ضاوعي إيو التعب دالكي إيو الحزن مركتي إيو الألم حنونكي أيغا أو لتاقدر ريسي أو لعن منحكين أي هدنا مديننا إلى لنا يان رسولكنا إلى لنا يا صلوات الله وسلام عليه ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا وحو أركي مركا وحو رأيي وحا أمه قتي قريش هذي حق تغان أي دقاقا وحا دعي كرتو إنا يرهدان
وحوينه الدشتين محمد وانوليهي عمر وانوليهي أبو بكر وانوليهي حقي ميشو هذا كل قريان برينا إنا تبكى لإذين كان بعد عكرته مركا حد إنتي وريد تبرت دريهين كل عبطة أو مدينة أو قطقوا اللاية فكرت داس إنا إسكبع دعين كران مشركين تي أي نبي دريمي كيبو مركا نبي كجوابي ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي وحو أركي أنه لا بد من متابعة حركات العدو يعني إنا لقما مارمان تهي من متابعة حركات العدو عدو دقاقي سئل الدبقره إنا لقما مارمان تهي حتى يناجزه إلى النبي الله تقال لما جيش كاس عدو الله تقال لما في الميدان ما البنان إنه كل الله تقال لما لو حاول العودة هذي اسكت ديان عدو اسكت ديو العودة إلى المدينة مدينة إنا كسر النقضان هذي اسكت ديان إن أو مرك النبي تكذبته مدينة إن تكبح إن الله دجالمه أرنتاس أيو أركيون وفعل سيدنا النبي ملايين صلوات الله وسلامه عليه أي أود عضي مشركين تمل روحالي هذا مرك يدقين أي وحي هذا وروح سوف ابن الله مارك وحلا حلا يرين ويرين يرين رسول النبي محمد يذكر دوا نليين وين أنا قلنا أبو سفيان وأن كاسوكا تاوي مرك النبي مركو أجادو أي أنتو سب أجاني كهربا أي غزوة حمراء الأسد أي سؤال هذا ياوي هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله